عقد الجهاز الوطني للإيرادات ورشة عمل للمعنيين في المؤسسات التعليمية الخاصة في إطار البرنامج المكثف لورش العمل التي ينظمها الجهاز بهدف التعريف بكافة الآليات والجوانب الفنية والتنظيمية ضمانا للتطبيق السليم للقيمة المضافة. يأتي تنظيم الورش اليوم في إطار حرص الجهاز الوطني للإيرادات على تحقيق أقصى درجات الشفافية في كل ما يتعلق بتطبيق القيمة المضافة واهتمامه بمواصلة تعزيز الوعي لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالقيمة المضافة. وتطرقت الورشة التي حضرها 74 ممثلا عن 60 مؤسسة تعليمية خاصة إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيمة المضافة والسياسات الخاصة بقطاع التعليم وضمان تطبيقها بصورة صحيحة. كما تناولت الورشة آليات تطبيق القيمة المضافة والجوانب الفنية والتنظيمية المتصلة بها وضمان عدم خضوع الخدمات الأساسية في القطاع التعليمي للقيمة المضافة. ونوه الجهاز الوطني للإيرادات بأهمية تضافر الجهود لإنجاح المرحلة التجريبية لانطلاق القيمة المضافة وزيادة وعي وإلمام مختلف القطاعات بها، مؤكدا استمراره في تنفيذ البرنامج المكثف الذي أطلقه بداية ديسمبر الماضي قبيل البدء بتطبيق القيمة المضافة من خلال عقد سلسلة من ورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة للعديد من القطاعات الحيوية. وجدد الجهاز الوطني للإيرادات دعوة المستهلكين وقطاع الأعمال للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة أو الإبلاغ عن أي مخالفات للتطبيق السليم للقيمة المضافة عبر التواصل مع الجهاز من خلال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وحسابات الجهاز في مواقع التواصل الاجتماعي.